انا سعيد. يا اهلا وسهلا سعيد. اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. الله يسلمك. تفضل. الوالد موجود؟ لا تخاف تفضل. لك وين رايح تعا؟ اكيد الوالد موجود. ايه ليكو قاعد هون. طمنتيني لانه مو شغل حبوس انا. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. حيط الحيط ويا ربي الستر. معلش لا تؤاخذني بس اللي مو اكل مغراني ما بيعرف شو الحكايه. يا اهلي اهلي اهلين وسهلين. عفوا يعني انا جيت اتشكركم لانكم سحبتوا الدعوه. لا شكر على واجب. انا بتهمني مصلحه البنت وطالما مصلحتها ما تاذيت نحن ما لنا غايه مع ابنها. صحيح الخبر اللي سمعناه انه ابو زهير طالب القرب منكم؟ اي نعم وانا على الاساس سقط حقي. بس يعني مو شايف الشغله فيها ظلم؟ ظلم شو؟ يعني قصدت انا يا بنتي فرق السن؟ رح يصير عمري 40 سنه، شو بدي استنى يصير عمري 70 سنه؟ لا بس يعني شوفي لك واحد ارمل، واحد عزابي، واحد ما يكون عنده مرأة تتأذى. قومي اعملي قهوه. مو نحن اللي بندور على العريس، العريس بيجي لعنا. مو ناقص غير تقول حطوها بالفيترينا ودللوا عليها. انا ما عم بقول هيك بس يعني اذا بتستنوا شوي بيكون افضل، بلكي الله هيك بيبعث لكم عريس ملائم. اخي استنينا بما فيه الكفايه، بدي امن مستقبلها قبل ما احط راسي. لك انو مستقبل لك ابو سعاد؟ يا اخي ابو زهير بعد عمر طويل بجوز يحط راسه ويموت قبل ما تحط راسك انت. مو مهم، المهم يامن لها مستقبلها ويشتري لها بيت ملك. بدي امن عليها قبل ما احط راسي. هلا ضميرك بيطاوعك انه ابو زهير يقلع مرته من البيت، البيت اللي عاشت فيه طول عمرها، مشان تأمن بنتك قبل ما تحط راسها. إيه ما رح يقلع مرته، رح يشتري لها لسعاد بيت جديد. منلو ما معه الوتكة. هو حكى هيك. إذا ما رح يصير هيك ما رح أجوز وياها. هلا مو الأفضل إنكم تتروا قبل ما تتورطوا بقرارات سريعة. أخي خلي رأيك لحالك. بدك تحكي روح احكي مع أخوك، مو معي. لعما فهو ما نزعتوا سمعة البنت. بابتكم ياها تنسدر كمان. هلا طول بالك بيتك معصب. ان شاء الله مره ثانيه بمر لعندك وبتكون رايق. لا اخي لا تمر. ولا شو بدك تمر؟ شو بدك تعمل؟ لا تعصب علي. بعتذر. يا الله معك. لا تساوي قهوه. شلون؟ شلون صار؟ لك يا عمي يا عمي انت بتخلي الواحد غصب عنه ينقرق منك، كل ما تحسنت شوي ترجع بتلتعن اكثر. ليش لتكتر غلبه وتقول له على البيت؟ هلا اولادي بيقوموا علي. ليش لحتى يقوموا؟ حقها هاد، مثل ما انت حقك تتجوز، ما حدا له علاقه يا اخي. خلص عمي انتهت المقابله. خلص لا تنق، هلا بتتحسن على الوصفه اللي اعطيتك اياها. بدي يكون دكتور. الحمد لله اللي علاء لطشك بالسيارة. شو هالحكي سعيد؟ يكسر ايديه حتى لو كان ابني. طيب لو ما لطشه وزدته من اليمين للشمال، منين كنا بدنا نكسب هيك اخ؟ المثل بيقول لا تكسب اخ الا بعد قتله. لك شبك حاجبك. تسلم تسلم. الله يخليك. شوف اخي فواز، وفاء اختنا والاولاد لا تاكل همهم، ما بينضموا، انا عايش باذن الله ديبك انا. ما بتقصر، نحن شو ما عملنا بنضل مقصرين. اصلا لازم نعملكم تعويض عن اللي صار. طلعتي بالسلامه هي اكبر تعويض. نحن ما بدنا منكم شيء. اخي سعيد اللي عندك طلب. ولو طلب وتمنى اخي فواز، ديبك انا. اذا ما بصير سئله يا ريت تامن لي سياره تنقل لي اغراض بيتي لعند اهلي على الضيعه. ليش نويت تهج من الشهر؟ لا بس هلا بشهرين ثلاثه ما بشتغل وما بدي اتبرك علي اجار البيت. مشان اجار البيت لا يكن لك فكري. ها كري البيت علي ديبك انا بدوصل. لا معلش انت باين عليك رجال منتوف وعلى قد حالك، مو ناقصك بلاوي. هلا انت شو دخلك ان كنت منتوف ولا معبريش؟ انا عم اقول لك ولا يهمك. يعني اخي اسكت شوي خلينا نعرف نحكي كلمتين مع الرجال. خلص ولا يهمك. لا معلش يعني انا ما بدي اياكم تشعروا بالذنب. واللي صار قضاء وقدر. كنت ماشي على اليسار زتني على اليمين ولزقني بالحيط. وانتم ما بتحملوا مسؤوليته يعني. في بس البيت اخده بدون عقد، يعني اذا تركته ما بقى فيك ترجع. كن بقى عم نقول لك ما بيخلوا الواحد يعرف يحكي هون، توجع برا يا اخي. انت البيت اذا تركته ما بقى تقدر ترجع له، واذا بدك تاخذ بسعره مستحيل بتحط فوقك وتحتك وما بتقدر. خلص انا عم اقول لك محلولي شباب. لا بس يعني انا مشان اجار البيت،
يعني حتى مصروف البيت ما معي أمنه. لا يا أبو الفوز، أنا أخوك ولا مو أخوك؟ أخي. هلأ الواحد بس انطرق كوعه، شو بيقول؟ آه سمعت بيقول أخ، لا بيقول عم ولا بيقول خال ولا بيقول جد. إذا ماشي وحدا دعسله على أصبعته شو بيقول؟ آه شفت بيقول أخ. إذا عم يتدحكل بالطريق تدحكل وقلب على رقبته شو بيقول؟ آه ها بيقول أخ. أنا أخوك ولا مو أخوك؟ أخوك أنا أخي. خلاص سكر لي على الموضوع سبع طقات وقيمنا من السيرة محلولة. أنا عمل لك محلولة. طيب كتر خيركم. الله لا يكتر خيرنا، لولا انا ما كنت انت هون. قوم سعيد قوم. يلا وصيني شيء ابو الفوز. يلا السلام عليكم. آه. لك شبك عندي على ايدي. يلا سعيد استاذ. استاذ شو لساتكم عم تشاوروا؟ الحقيقة مرته رافضة الفكرة نهائيا، بعدين هو الحمد لله تصحصح وتحسن وضعه، يعني شوية روداج بيرجع خلنج وخالي علام. لا يهمك وضعه، بكره بيرجع بينتكس. ينتكس ذنبه على جنبه، شو ساوي له أنا؟ لازم توعيه، خليه يفهم حقيقة وضعه. لك أخي حتى لو وعيته ما معه يدفع، الشغلة بدها رش انبوز. ذنبكم على جنبكم، هي أنا نبهتكم، سلام عليكم. الله معك. سعيد إذا بده ينتكس اعمل مثل ما عم يقلك الدكتور. لك ما حكيت لك هذا مو دكتور، هذا واحد نصاب. سعيد بقى. لك بتعرفي قديش طلب مشان وضعه لفواز؟ قديش؟ 100,000. يا عم شو نصاب؟ ما عم قلك شرفي. لوين؟ أخي بدك تضل هيك واقف فوق راسي؟ بيطول حتى يجي؟ اكي شو بيعرفني؟ قالوا لك إني سكرتيرته، هو رايح جاي على كيفه، قطاع خاص لأنه هون دائرة اللي خلفوه. طولي بالك عليه يا افتكار، الرجال ظرفه كتير اخفى. يا سهيل يا سهيل، حاجة تدافع عنه، حاجة تدافع عنه لحد تجيب لي الجلطة قد ما بتدافع عنه. افتكار اوعك تفكريني عم دافع عنه لانه هو اخ. شو اسمه؟ انا لا، انا عم اقول بس الرجال انه اخ ظرفه صعب بس شو ما كان يكون. ايه لا تاخذنا. شو عم تحطيني بالمقلاية؟ لك بعدين معك. صباح الخير. الله لا يصبحك بالخير، والله لا كان جاب الغلا. شرف عندك ضيف صار له ساعة فوق راسنا. اهلا اهلا سيد محمود. اهلا وسهلا. شو ساقوك قهوة؟ ما بدي قهوة، جاي احكي معك موضوع السيارة. معلش بنحكي على جنب، مو ضروري نزعج الجماعة. تفضل. ليش؟ احكوا هون. كمل نشر غسيل بيت النايحة. غسيل بيت النايحة ما بينشر على هيك حبل ولا قدام هيك حبل. امشي يا اخي امشي. لك فوت لجوا وبطلها العادة. ايه محمود تحكي هون ولا نروح على القهوة؟ هنن كلمتين ورد غطاهن. السيارة لأنت رح تضل واقفة؟ السيارة ما بتشتغل خربانة. وأنت بدك تصلحها؟ سألت لي قديه بتكلي؟ 9,000. ماشي أنا بكرة بأمن لك 4,500. وليش 4,500؟ شبك مو متفقين إنه إذا صار حادث بالنص؟ إيه بالنص إذا كان الحادث خارج عن إرادتك، مو إذا ابنك المصون حب يسوق السيارة بدون شهادة وينط فيها على الرصيف. بسيطة أخي بسيطة، طول بالك. تلتين علي وتلت عليك. 9,000 ما بقدر دبر لك اياه. ما دخلني. بعدين انا ما عم طالبك بايام العمل اللي عطلت فيها السياره، ولا عم طالبك بالضرر والتعويض تبعي اللي انسجنت فيه بسبب ابنك. بدي تصلحها وبس. والله غمرتني بكرمك، لا تواخذنا باذن الله. امهلني كم يوم وانا بدبر لك المبلغ. الله معك معلم. فضحتنا. اجار بيت ومصروف للرجال وتصليح سياره، منين بده يجيب ابوك مصاري لحتى يسدد كل هالشغلات؟ تقعد بالاكل انت؟ امي انا مستعد، بترك الدراسه، عمر الدراسه، بترك الدراسه وبشتغل وبعوض. تعوض تعوض. الدراسه خط احمر ولا؟ اذا بتفكر تتركها بتبرى منك انا. من الاول ما كان لازم تاخذ السياره، بتعرف حالك ما معك شهاده سواقه وسواقتك على قدها. امي انا قلت لحالي باخذ السياره بدورها دورها وبرجع بصفها جنب باب البيت. وشو اخذك على طريق المطار؟ قلت الطريق واسع، بقصدر لي قزورة وبشوف حالي قدام رفقاتي. سيارة أبوك لأنه بدك تشوف حالك، ولا مفكر لي حالك شي ابن مسؤول؟ شبو أبو لحدا يقرب علي نفضها. صحيح أبو مو مسؤول ولانه مدعوم مدعوك، بس بتفرق لحرف واحد. طالما اعترف بذنبه الاعتراف بالذنب فضيلة، نعتبر الأمر منتهي هلا. أنا بربيه وأنت انزعه. هاتي الولاد انت الثانيه ومدرسي. خليه مو معوقني. لك هاتي بدي غير له. غيرت له وطعميته حليب وسقيته كل شيء وما بده شيء. خلص ولك ايمي من حضنك بقى، شلون بدك تقدري تدرسي؟ بلقيكي هيك. ما بقدر ادرس اذا ما كان بحضني. مو تحطي حجه بكره اذا سقطتي. لا 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 تخافي ما بحطوا حجه. عاجبينك المجانين اللي مخلفتيهم؟
بابا. اتركه خليه يعرف ياكل بقى. يرضى عليك وانت عم تدرس، ممكن تكتب لي شويه رؤوس اقلام. رؤوس اقلام؟ ايه. ما بلحق ابي، ما بلحق، المنهاج كبير، انا ما بقدر اكتب راشيتات الي ولك. انت شو بدك بالراشيتات ولا؟ تعلم منك. هلا هذا اللي تعلمه مني؟ ولك يا ابي انا تعبان ومخي تعبان وبراسي 100 شغله، بس شوف طرح انت شاب ومخك نظيف. اكيد مخه نظيف.